فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا وفيها كل التخصصات مثل الطب والهندسة وممولة بالكامل. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي حب أوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فريت تتصفحوا القناة عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تتصفحوا الموقع الخاص بينا، هتلاقوا عليه كافة الخدمات اللي احنا بنقدمها وكافة المنح الدراسية أيضا. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية لسنة 2021. طبعا جامعة الملك عبد العزيز هي من أفضل وأحسن الجامعات مش بس في السعودية ولكن حول العالم، وبيدرس فيها عدد كبير جدا من الطلاب من دول مختلفة. زي ما احنا وضحنا ان الدولة هي المملكة العربية السعودية، الجهة المانحة جامعة الملك عبد العزيز. الدول المتاحة للتقديم في المنحة دي اغلب الدول متاحة تقريبا، ان كل يعني كل الدول العربية متاح ليها التقديم في المنحة دي، تمام؟ سواء انت طبعا مصر، المغرب، الجزائر، تونس، بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة، مفيش مشكلة خالص. المرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس فقط، يعني لو انت في اخر سنة من الثانوية العامة او انهيت الثانوية العامة وعايز تدرس البكالوريوس فالمنحة دي موجهة ليك، تمام؟ ولكن انت لو عايز تدرس ماجستير والدكتوراه غير متاح في هذه المنحة. طيب بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي، المنحة دي ممتازة جدا وفيها تمويل خرافي. اول حاجة بيتمتع الطالب بجميع المزايا التي يقدمها الجامعة للطلاب، تمام؟ مثل الأنشطة الرياضية والرحلات الجامعية وغيره. بيتم تقديم وجبات مدعومة، وجبات الطعام كمان متاحة، السكن الجامعي كمان متاح. كمان بيتم توفير تذكرة ذهاب للطالب في كل نهاية عام دراسي. في كل نهاية عام دراسي ممكن ترجع لبلدك تقضي الأجازة مع عيلتك، وده متاح وده مش متوفر في أغلب المنح. دي ميزة جميلة جدا، انت كل سنة بتكون تذاكر طيران على حساب المنحة عشان ترجع لبلدك وتقضي الأجازة الدراسية مع عائلتك. كمان فيها راتب شهري بيكون كبير، هما ما حددوش الراتب الشهري ده كام، ولكن الراتب الشهري ده هيكفي لك احتياجاتك الشخصية وبيتم تحديده كل سنة على معايير معينة بتحددها الجامعة. كمان هيكون في راتب شهرين عند الوصول كبدل تحضير، أول ما توصل هيكون في زي مكافأة كده هيتم إعطائها ليك. كمان هيكون في بدل تمييز للمتفوقين، الناس اللي هتكون متفوقة في الدراسة ومعدلاتها كويسة هيكون ليهم كمان مميزات أكتر في السنوات اللي بعد كده وفي الفصول الدراسية فيما بعد. كمان هيكون في راتب 3 أشهر بدل تخرج لشحن الكتب. دول بالنسبة لمصاريف الكتب، هيكون في راتب أو بدل كده هيتم إعطاه ليك عشان تقدر توفر منها الكتب الدراسة. وزي ما احنا قلنا هيتم الاستفادة من جميع المرافق الرياضية بالجامعة ومرافق الرعاية الصحية. كمان في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث هتكون كل تكاليف العلاج على حساب الجامعة، تمام؟ فطبعا تمويل خرافي مستحيل انك تلاقيه في اي جامعة تانية سواء في اوروبا او في دول تانية. يعني المملكة العربية السعودية فيها جامعات كتير بتوفر تمويل زي ده وتعتبر من افضل الدول كمان للدراسة للطلاب العرب. شروط التقديم للمنحة دي، اول حاجة يجب على الطالب التقديم من خلال موقع الجامعة او من خلال السفارة، وطبعا انا برشح انك تقدم من خلال موقع الجامعة افضل، بدل ما انت لسه تقدم في السفارة وفي الظروف اللي احنا فيها فانت تخش على موقع الجامعة وبتقدم زي ما احنا هنشوف بعد شوية، تمام؟ تاني حاجة ان هو المنحة بتتحقق من صحة المعلومات اللي انت حطيتها على الويب سايت، ولو كل معلوماتك تمام وكنت من المقبولين هيتم اصدار ليك تأشيرة الطالب او اللي هو الادميشن ليتر، يعني خطاب القبول في الجامعة، وبعد كده تقدر تحصل على تأشيرة المملكة العربية السعودية للذهاب وبدء الدراسة، تمام؟ طبعا المنحة دي موجهة لبدء الدراسة في شهر سبتمبر 2021. بالنسبة للتخصصات المتاحة، ودي الحاجة كمان مميزة في المنحة دي، ان جميع التخصصات متاحة وتشمل التخصصات الطبية والهندسية. يعني عندك تخصصات الطب متاحة، الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، عندك تخصصات هندسية، عندك تخصصات أدبية، حقوق، تجارة، تخصصات كتير جدا متاحة عندك في المنحة دي، تمام؟ طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة، أوراق بسيطة مش معقدة. أول حاجة ملأ أبليكيشن منحة كويس، تمام؟ تملأ أبليكيشن منحة جيدا اللي احنا هنشوفه بعد شوية. تاني حاجة مطلوب صورة جواز سفر أو بطاقة الهوية، وكمان المنحة هنا مسهلة حاجة، لو أنت ما عندكش صورة جواز سفر حاليا
بتقدر عادي ترفق صورة الهوية الشخصية وبطاقة الهوية. كمان مطلوب السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعك، وشهادة آخر مؤهل دراسي أنت حصلت عليه. لو أنت في آخر سنة من الثانوية العامة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها، لو أنت أنهيت الثانوية العامة يبقى بترفق شهادة الثانوية مباشرة، تمام. وبالنسبة للفتيات لو هيقدم في المنحة دي بنات، لازم يكون معاهم محرم طبعا للسفر معاه، تمام كده. طيب بالنسبة لآخر معاد للتقديم في المنحة دي، التقديم مفتوح الآن. مفيش ديدلاين معين للمنحة دي، لأن هو بيتم استقبال الطلبات بناء على العام الدراسي اللي أنت مهتم بيه. يعني التقديم دلوقتي متاح للناس اللي عايز تبدأ في شهر سبتمبر 2021، تمام. طيب كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الوان بتوفر خدمات اضافية، اربع خدمات طبعا. صفحة خدماتنا هنا دي الصفحة الخدمات بتاعتنا. هتلاقي عندك هنا ضمان القبول في الصين، بنوفر منح مضمونة القبول في دولة الصين بنسبة 100%. لو عايز تقدم ليها تضغط على قدم الان وتملى الاستمارة وهنتواصل معاك. خدمة التقديم للمنح، لو عايز تقدم على منحة جامعة الملك عبد العزيز او اي منحة اخرى فمتاح، ممكن تضغط على هذا الرابط وتقدم من خلالنا. خدمة تجهيز الأوراق وخدمة التقديم على الكورسات، وكل خدمة من دول ليها رابط وفيها كافة التفاصيل وتقدر تقدم عليها من خلالها، تمام. وده رابط الخدماتنا الإضافية اللي هي الصفحة دي اللي أنا وضحت فيها الخدمات. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة دي. هتيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي عشان يفتح معاك وتشوف كل التفاصيل اللي أنا قلتها هنا والمميزات اللي تم عرضها. دي صفحة جامعة الملك عبد العزيز، تمام. هتلاقي هنا كل التفاصيل موضحة لك، ايه الحاجات اللي بتشملها المنحة، ايه الشروط. هنا هتلاقي اول حاجة الشروط، تمام. وان هو طبعا سن الطالب لازم ما يتعداش 25 سنة، ولازم يكون مع الفتيات محرم. وطبعا الاشياء اللي بتشملها المنحة، كل دي المميزات حاجة جميلة جدا يعني بقى. ودي الشروط والقوانين اللي بتشملها المنحة، وان الطالب لازم يحافظ على دراسته، يعني هيكون معدلاته في الدراسة كويسة. طيب كده شرحنا الاعلان الرسمي وشفنا التفاصيل اللي فيه. تعالى دلوقتي بقى نروح نشوف ابلكيشن التقديم. بالنسبه للتقديم للمنحه دي، هتيجي هنا هتضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك الابلكيشن الخاص بالتقديم. لما تضغط عليها هيفتح معاك الابلكيشن بهذا الشكل. طيب انت كمستخدم جديد للمنحه ما عندكش اكونت على الموقع خالص، هتعمل ايه؟ هتروح الاول تسجل الايميل بتاعك وتعمل ريجستريشن. لما هتسجل الايميل وتعمل ريجستر، هيوصلك على الايميل بتاعك بيانات تسجيل الدخول للابلكيشن، تمام. طيب اسجل دخول للابلكيشن منين؟ هتيجي عند كلمه لوجن دي وتضغط عليها عشان تحط البيانات اللي اتبعتت لك على الايميل. وعلى الايميل بتاعك اتبعت لك اليوزر نيم بتاعك، تمام، والباسورد اتبعت لك. فهتحط اليوزر اكونت او اليوزر نيم والباسورد وهتعمل لوجن عشان تدخل للابلكيشن. بعد كده هيفتح معاك الابلكيشن بهذا الشكل، وهتلاقي الابلكيشن مطلوب فيه كذا سيكشن لازم تملاه. اول سيكشن اللي هو البيرسونال داتا، معلوماتك الشخصيه، اسمك، اسم العائله، الجنسيه، رقم جواز سفر، لو عندك متاح، كل التفاصيل دي بتحطها، تمام. الدوله اللي انت مقيم فيها، كل ده بتحطه هنا. وبعدين بتضغط انك موافق على كل الشروط، تمام. وبعدين بتخش على الصفحه اللي بعدها اللي هي الايديوكيشن. في الايديوكيشن هنا انت بقى بتختار بالنسبه للكليه اللي انت عايز تدرس فيها. يعني انت عايز تدرس ايه، تختار تخصصك من هنا، بتشوف قائمه التخصصات الكليه نفسها، بعد كده بتشوف الميجور التخصص الفرعي اللي انت عايز تدرسه، تمام. بعد كده هنا في الايديوكيشن الهاي سكول كانتري، الدوله اللي انت خدت منها الثانويه العامه او بتدرس يعني الثانويه العامه حاليا في اخر سنه مثلا، بتحط كل البيانات، اسم المدرسه، درجتك في اخر سنه، ما الى ذلك. ولو عندك اثبات لغه انجليزيه بتحطه، لو ما عندكش بتسيب السكشن ده فاضي، تمام. بعد كده بتخش على السيرفي، على السكشن الثالث، ولازم برضو تملا فيه البيانات بنجاح. هنا بيسالك على بعض الاشياء، هل بتتكلم اللغه الانجليزيه، ايه مستواك في اللغه العربيه، هل انت متقدم ولا مستواك ضعيف، لان في ناس بتقدم من دول غير عربية، فبرضو بيكون يعني هنا ايه تحديد للمستوى في اللغة العربية. وهنا بيسألك اسئلة مقالية، ليه عايز تقدم للجامعة دي، ليه شايف انك مؤهل ليها، كل الاسئلة دي بتجاوب عليها على حدة، تمام كده. طيب بعد ما بتخلص الجزء ده بتروح للاتاتشد فايلز اللي هي بقى اضافة الملفات او المرفقات. هنا بتضيف صورة جواز السفر، شهادة التخرج، ولو انت في اخر سنة من الثانوية العامة بتجيب شهادة السنة اللي قبلها، كشف الدرجات، السيرة الذاتية بتاعتك، صورة شخصية ليك، لو عندك شهادة اللغة بتضيفها، لو مش عندك خلاص بتتغاضى عن هذه النقطة. وهنا البيانات الشخصية، لو مثلا انت عندك اي شهادات اخرى اضافية،
يعني كورسات تطوعات ما الى ذلك برضو بتقدر تضيفها هنا. تمام. طيب بعد كده بتعمل confirmation اللي هي الخطوه الاخيره، انك بتاكد على كل المعلومات اللي انت حطتها. تمام، كل المعلومات اللي انا حطتها بالنسبه للسكول وما الى ذلك بتاكد عليها. بعد كده تخش على السكشن ده اللي هو فولو اب، ده بالنسبه بقى لو انت تقدر بعد كده تتابع حاله الطلب بتاعك. يعني بعد لما بتعمل confirmation هنا في الجزء ده انت بيطلع لك كل البيانات اللي انت كتبتها، وبعدين بتعمل سبميت، بيظهر لك زرار السبميت. لما بتملى كل الخانات دي بيظهر لك زرار السبميت، تضغط عليه يبقى انت كده ارسلت الملف بتاعك بنجاح للمنح. بتقدر انك تتابع حاله الطلب فيما بعد، اذا كنت اتقبلت رفضت، في اي ملاحظات بيتم وضعها ليك هنا. وهنا لو انت عايز تغير الباسورد بتاعك، وهنا تعمل ساين اوت لو انت عايز تطلع من الابلكيشن. طيب وبعد لما شفنا شرح المنحه وعرفنا كافه تفاصيلها، طبعا يعني ما تنسوش ان التقديم مفتوح الان، مفيش ديدلاين، ولكن كل لما بتقدم مبكرا كل لما بيكون افضل. فتبداوا تجهزوا الاوراق المطلوبه للمنحه، والاوراق بسيطه مش معقده، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.